المخرج صورة شكلها جماعية على روح الفقيه الله الزكي رحمة الله عليه وعلى شهداء استقلال. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيبنا لكم واحد لودة على البرامج الثقافية والفنية والرياضية اللي كسر عليها السفارة وقناة الفرنسية ديال المكان المغربي الهولندي. الإبداع الفني ديال المرحوم واللي حقيقة هاللوحات الجميلة أمامنا كتنطق حين كتأمل تتأملها وتتحاول يعني تنطق وتتحدث معنا. وكذلك طبعا هذا الشباب ديالنا باش يشوفوا هذه اللوحات وتكون عنصر الهام لهم باش داهما يولوا فنانين كبار ويعبروا عن الحب وعن الاعتزاز ديالهم بلادهم وكذلك على واحد الابداع في المستوى اللي هاد الناس في المجتمع الهولندي كذلك نقنعوهم بان المغاربه بارك الله عليهم في جمالات في مجالات كثيرة. اليوم عيد الاستقلال البلاد. طبعاً السيد القنصل هنا هو اللي كيحكم اليوم على هذه الدار. دارنا جميعاً لكن هو دار. بابا غسان شو العربية بعد ما اسمح لي السيد القنصل العام. Dear Councils General, ladies and gentlemen, dear friends, esteemed esteemed friends, most welcome to the Consulate General for Utrecht on behalf of the Consul again and the other consuls, of course. You are most welcome, always a pleasure to see you around and to share this very special moment with us. And also, after tomorrow is Eid Mawlid Nabawi Sharif on this occasion. طبعاً أقدم لكم التهاني والتبريكات مناسبة لهذه كذلك حدث عظيم ويعني نتمنى أن يعيد الله عز وجل هذه الذكرى عليكم جميعاً وعلى ذويكم لوفور الصحة والسعادة والهناء. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتف بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.